نشرة الرابعة والنصف، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر المباركة في إطار خاص استمرارا في العمل بالتدابير الوقائية، وحالة الطوارئ الصحية تمدد حتى متى مايو المقبل. ضيفنا الدكتور الطيب حمضي الباحث في السياسات والنظم الصحية. وباقتراب يوم العيد يرتفع الإقبال على سوق الملابس من مظاهر الفرحة بالنسبة للصغار وللكبار. أيضا الصورة من الرباط. أهلا بكم. أحيا أمس جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ليلة القدر المباركة. بالمناسبة أدى جلالته صلاة العشاء والتراويح، كما قام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بختم صحيح البخاري بين يدي أمير المؤمنين. إحياء هذه الليلة المباركة تم في إطار خاص وبحضور جد محدود اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية المعتمدة. وعبر ربوع المملكة حشود المصلين توافدت على مختلف المساجد والمصليات لإحياء ليلة القدر المباركة بعد حرمان سنتين بسبب ظروف الجائحة. نساء ورجال وأطفال استووا واعتدلوا مولين وجوههم شطر المسجد الحرام أملا في إدراك ليلة هي خير من ألف شهر. الصور من المسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى حيث توافد أكثر من 40,000 شخص. ربورتاج عثمان مواضيع والتحرير لنادية اليوبي. بيوت الرحمن تزينت بأنوارها واستعدت لتستقبل أفواجا من المصلين هجروا بالأمس بيوتهم واستقرت خطاهم على أعتابها استعدادا لإحياء ليلة خير من ألف شهر. فبعد سنتين من الغياب، ها هي ذي جنبات المساجد تتنفس بتسبيح وذكر عطر أفواه الصائمين. جيت من مدينة أكادير باش نحيي هذه الليلة المباركة اللي هي ليلة 27 بعد عامين تاع الكوفيد. عامين ما صلينا، وهذا العام مبروك على أمتي محمد الحبيب. هذه الليلة مبروكة عند الله الكريم العظيم. هي رحمات تتنزل من رب السماوات والأرض، وإليها تتصاعد أصوات المصلين بالذكر تلهج. الحمد لله رب العالمين. المصلون اصطفوا في بناء مرصوص لبنته الخضوع، زاد من خشوعهم شوق لبيوت الله بعد غياب فرضته جائحة كورونا. من بعد واحد العامين اللي انفصلنا فيها على المساجد، تمكنا اننا نرجعوا للمساجد بفضل الله وقوته، والحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، من بعد كورونا ومن بعد الإغلاق وهذا، الحمد لله ولينا جينا دابا، جينا للجمع وجبنا وليداتنا وحنا فرحانين بزاف. هي ليلة مباركة تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن الرحمن، ليلة ذات قدر وشرف عند الله عز وجل. وفي تنبيه ورد قبل قليل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنهي إلى جميع وسائل الإعلام إلى أن الإعلان الرسمي عن نتيجة مراقبة هلال الشهور القمرية هي التي تصدر حصريا في بلاغ ينشر عبر وكالة المغرب العربي للأنباء. وأوضحت الوزارة أن كل إعلان قبل ذلك هو إعلان مكذوب على الوزارة، لا يليق بأي جهة إعلامية تحترم نفسها وتراعي قواعد المهنة. في موضوع آخر، مجلس الحكومة يقرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية السادسة من مساء 31 من مايو المقبل، وذلك استمرارا في جهود مكافحة تفشي الجائحة، وفق ما أعلنه أمس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي الذي عقد أمس بالرباط. ولتسليط الضوء على الوضع الوبائي ببلادنا، ينضم إلينا مباشرة من العرائش الدكتور الطيب حمضي الباحث في السياسات والنظم الصحية. مرحبا دكتورة. إذا الحكومة تقرر تمديد حالة الطوارئ، ما الذي يبرر هذا القرار رغم أن الظاهر هو استقرار في تطور الوضع الوبائي ببلادنا؟ بالفعل، أولا عواش لكم مبروكة. الوضعية اللي خلات الحكومة باش يتم تمديد ديال الطوارئ الصحية، وأنه الجائحة لم تنتهي عالميا بعد، الفيروس باقي كينتشر، مازال هناك متحورات، وبالتالي حالة الطوارئ هي حالة قانونية فقط كتسمح للحكومات
باش تكون عندها واحد المرونه واحد السهوله من اجل بالسرعه باش تطبيق الاجراءات في حاله ما اذا كان هناك شي طريق معين او شي تطور سلبي. لحد الساعه في المغرب الحمد لله عندنا الحالات فقط بالعشرات 50-60 حاله يوميا، وفيات اما وفاه واحده او ما كاينش وفيات عده ايام. عندنا الاسره في الانعاش 0.2% بمعنى تقريبا شبه فارغه. عندنا اقل من 1% لو طوط بوزيتيفيتي، بمعنى عندنا حد الوضعيه مستقره وبائيا وجيده متفائله في الاسابيع الاشهر المقبله، ولكن الفيروس لم ينتهي والجائحه لم تنتهي والحذر خصو يبقى كاين. نعم. ابتداء من الطوارئ الصحيه الى التلقيح الى الاحترازات ديال المواطنين. نعم، يعني دكتور كلما اعتقدنا ان الجائحه تتجه نحو الانتهاء تأتي بعض التطورات كما ذكرتم من بعض أنحاء العالم كالصين مثلا التي تفرض حجرا صحيا على شنغهاي منذ أسابيع. كيف هو الوضع في العالم حاليا؟ الواقع هو أنه عالميا لحد الساعة الحمد لله باقي متفائلين وباقي كنعتقدوا على أننا نحن نتجه نحو نهاية الجائحة. هذا ما كيمنعش لان نهايه الجائحه غادي تكون الذهاب لها واحد خط مستقيم. كاين فيه تعرجات، كاين فيه مشاكل بحال اللي ذكرتي، وكاين في الصين الظهور ديال الحالات بكثره لانه في الصين كاين تلقيح ولكن عندهم 40 مليون انسان اللي من 60 سنه فما فوق ما ملقحش، ما عندهمش مع استراتيجيه ديال صفر كوفيد ما دازش عليهم الاصابات كثيره. عندنا في جنوب افريقيا اللي دابا كتواجه الموجه الخامسه اللي عندها واحد المتحور جديد BA4 وBA5 ولانهم داخلين في فصل الشتاء دابا، وحنا خاصنا نردوا البال ديالنا لانه فصل الشتاء غادي يكثروا الحالات ديال كوفيد. كاين متحورات XD XE BA4 BA5 BA2 12 1 اللي في الولايات المتحده الامريكيه ولا سريع. هادو كل متحورات جديده ما فيهمش خطوره اكبر من اوميكرون ولكن فيهم بعض السرعه. هادشي كله كيخلينا غير نكونوا حذرين، الناس اللي عندهم 60 سنه فما فوق وغيرهم يكونوا ملقحين، نديروا الاجراءات ديالنا والاحتياطات ديالنا بالخصوص في الاماكن المغلقه وفي التجمعات الكبرى. اما الجائحه ان شاء الله باذن الله باقي هناك تفاؤل عالمي باننا نتجه بجهد الله لنهايه الجائحه. وهذا ما نتمناه الدكتور طيب حمضي الباحث في السياسات والنظم الصحيه، شكرا على كل هذه التوضيحات والى فرصه مقبله. وخارج الحدود الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تمديد العمل بنظام شهادة كوفيد الرقمية لمدة عام آخر إلى غاية 30 من يونيو 2023 بعد أن دعمت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي أمس الخميس مقترحا بهذا الشأن. المفوضية الأوروبية اللجنة أوضحت أن الهدف من ذلك ضمان الحق في حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن تطور وباء كورونا. أعضاء البرلمان الأوروبي قاموا بتعديل المقترحات للتأكيد على تفادي فرض عقوبات إضافية على حرية تنقل المواطنين الحاملين للشهادة الرقمية ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية. دوليا دائما الأقصى يعيش على وقع الصدامات. في آخر جمعة من شهر رمضان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مرة أخرى الحرم القدسي واعتدت على المصلين والمعتكفين ما أدى إلى جرح 42 شخصا. التفاصيل مع حسن بن رابح. احتفاء بيوم القدس استمر إطلاق الشهب النارية بمحيط المسجد الأقصى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في أجواء شبه هادئة. هدوء لم يستمر طويلا. الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هذا الزقاق في البلدة القديمة يؤدي إلى باحة المسجد الأقصى، وعلى غرار باقي المسالك الطرقية بالموقع الزقاق كان شاهدا على تجدد المواجهات بين مواطنين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، مواجهات أسفرت عن جرح 42 فلسطينيا. شرطة الاحتلال الإسرائيلي لكي تبرر اقتحامها لساحة المسجد الأقصى بثت مقاطع فيديو توثق لقيام فلسطينيين برشق الشرطة الإسرائيلية بالحجارة والمفرقعات خاصة قرب حائط المبكى مكان الصلاة المقدس بالنسبة لليهود. يذكر أنه طيلة شهر رمضان المبارك الذي تزامن مع احتفال اليهود بعيد الفصح عاش محيط المسجد الأقصى على وقع صدامات وصراعات شبه يومية بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي. ففي حصيلة الأسبوعين الأخيرين فقط تم تسجيل استشهاد شخصين وجرح أكثر من 300 فلسطينيا.
نعود إلى الخبر الوطني. قطاع السياحة يدعو الأشخاص الذين تم انتقاؤهم في عملية قرعة الحج لهذا العام إلى الاتصال بوكالة الأسفار المنظمة لعملية الحج من أجل إتمام الملف. بلاغ وزارة السياحة أوضح أن من حق المعنيين بالأمر مطالبة الوكالة بضرورة الاطلاع قبل توقيع العقد على مضمون الخدمات المقترحة وأسعارها وكيفية تسديدها وكذا شروط إبطال العقد. لائحة وكالة الأسفار المرخص لها تنظيم عملية الحج متوفرة على بوابة www.tourisme.gov.ma. ونشرتنا متواصلة وفيها أيضا فرحة عيد الفطر تكاد لا تستقيم دون الحلويات التقليدية والعصرية. الصورة من وجدة، والحسيمة تحتفي بحفظة القرآن الكريم والأئمة وتتوج فائزين في المسابقات القرآنية في أمسية تزكية وترقية. وقبل ذلك، رمضان شهر الإيثار والتآزر، أكثر من 250 وجبة إفطار يحرص متطوعون بأجدير على تحضيرها يوميا وتوزيعها على عابري السبيل وكذا المرضى بالمركز الجهوي للأنكولوجيا. هي مبادرة إفطار الصائم التي تعيش نسختها الثالثة هذا العام. ريبورتاج محمد بوبكر ورشيد لطفي. مبادرة إنسانية فريدة بصم عليها مهني المطاعم السياحية بمدينة أكادير. وجبة إفطار يتم إعدادها لفائدة الطلبة وعابري السبيل. منذ 3 سنين هذه وحنا كنخدموا في هذه المبادرة في 2020 2021 و2022، عاوتاني قمنا بهذه المبادرة إن شاء الله اللي حنا خدامين فيه بالمساهمة ديال المطاعم ككل. المبادرة في نسختها الثالثة شكلت مناسبة لتعزيز ثقافة التعاون والتضامن، خاصة تجاه أناس تزامن شهر رمضان مع خضوعهم للاستشفاء. كنشاركوا مع الإخوان ديال أرباب المطاعم السياحية في هذه السنة الثالثة ديال توزيع وجبات ديال الإفطار. هاد لاكسيون إلى أون أمبلوغ كبيرة، خلات واحد لومبخانت كبيرة في قلوبنا في نوتر في كوتيديان في حياتنا اون جينيرال. فريق من المتطوعين الى جانب ارباب المطاعم السياحيه يقومون بتوزيع وجبات افطار كامله بشكل يومي على ازيد من 250 شخصا. وتغير عادات الاكل في رمضان قد يتسبب في بعض الاضطرابات الهضميه. نتعرف على كيفيه تفادي ذلك في فقره صحه في رمضان مع امينه خبب. ملي كنكملوا رمضان كنساليو واحد 30 يوم ديال التدريب، غادي نقولوا تدريب على الصوم، يعني كنكونوا تعودنا الدات ديالنا باش نقصوا من الكميه ديال الماكله. كنخرجوا من الصيام وكنرجعوا للعادات ديالنا القديمه اللي هي جوج وجبات، دونك المشكل ما كيكونش مطروح بزاف. ولكن الناس اللي عندهم ثلاثه الوجبات كننصحوهم باش ما يدخلوش ذاك الريتم اللي كانوا فيه قبل رمضان بواحد السهوله، لان راه الدات كانت متعوده على الصيام وما كانتش كتقدر تستحمل داكشي اللي كنعطيوها كله في دقه واحده. دونك كننصحوا الناس باش ما يكونش السكريات كثار في الماكله ديالهم، وننقصوا شويه من البروتينات لو طون اللي نعودوا الدات باش تاخذ لو ريتم ديالها نورمال. بالنسبه للناس اللي كانوا كياخذوا شي دواء ديال المعده في مده رمضان، كننصحوهم باش يخليو 15 يوم بعد نهايه الصيام. مع دنو عيد الفطر وأمام حركة السير الاستثنائية المرتقبة، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب توصي مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق الدائم ترافيك. ولمزيد من المعلومات تضع الشركة رقم 5050 رهن إشارة مستعملي الطريق السيار. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر، مناسبة تشهد خلالها الأسواق المغربية إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الراغبين في اقتناء ملابس العيد، خاصة تلك التقليدية، هي من مظاهر الفرحة بالنسبة للصغار وللكبار أيضا. من الرباط ريبورتاج مريم أملال ومصطفى السعدوني. لأن فرحة العيد لا تكتمل دون هندام جديد يضفي على المناسبة حلة التمجيد، فالإقبال على اقتناء اللباس التقليدي عادة لا تتخلى عنها جل الأسر المغربية وإلى الآن تتشبث بها. هذه عادة مغربية وعادة أولى عادة إسلامية، الأمة الإسلامية كاملة كدير هذه العادة، هذا الشيء تعلمناه وتوارث من الآباء والأجداد.
الى يومنا هذا. ضروري ضروري هذاك الشيء كبرنا فيه، هذاك الشيء داير لنا في الدم، ساكننا في الدم الحبيبه. راه الا ما شريتي شي حاجه جديده في العيد ولا هذا راه بحال ما عيدتي كاع. بكل الألوان والتصاميم والمقاييس والأعمار، عرض متنوع لكل باحث عن رسم ابتسامة فرحة العيد على ثغر الصغار. هذه الأيام كانت البركة مع اللباس التقليدي، مع الأطفال داروا لهم احتفالات ديال المدارس ديال اللباس التقليدي، ثم دخلوا لهم ديك الغريزة ديال اللباس التقليدي، تروشت واحد شوية، ولكن ماشي نقولوا 100%. فيما مشيتي كتلقى الغلاء، فأي حاجة هي مجال كلشي غلا فيه، وإن كنساعدوا مع الناس اش غادير مع ديك ما دير، صبروا صبروا وتقضي غرض. انتعاش بعد كساد فرضته قيود الجائحة وأسعار لا تراوح مكانها، لكن الإقبال على الزي التقليدي في المناسبات الدينية عادة لا غنى عنها. والفرح باستقبال العيد تجليه طقوس من عمق العادات المغربية، من بينها الحرص على تزيين موائد صبيحة العيد بمختلف أنواع الحلويات تقليدية وعصرية. ففرحة العيد لا تكتمل لدى الأسر المغربية إلا بتحضير الحلوى أو شرائها جاهزة. الصورة من مدينة وجدة مع عبد الحميد مرابط ويونس الناصري. بتفان وإبداع تسابق الشافة فاطمة الزهرة الزمن لإعداد ما لذ من حلويات تستجيب لأذواق وطلبات الزبناء. الكعك والمقروط يتصدران قائمة الحلويات المطلوبة بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك إلى جانب أصناف أخرى. بالنسبة لهذا العيد كاين إقبال كبير على الحلويات البلدية والشرقية والعصرية، حتى هي كعب غزال، غريبة بالعقدة، غريبة باللوز، غريبة بالتمر، البريستيج. تسارع نمط الحياة المعاصرة يدفع كثير من الأسر إلى اختصار الطريق بتفضيل خيار اقتناء الحلويات الجاهزة بمختلف أنواعها. مهني الحلويات يواكبون هذا الطلب المتزايد بتقديم عرض وافر ومتنوع وبأسعار تنافسية. وعلى اقتراب العيد الناس كيجي وكنحاولوا نتقداو الكاطو وكل شيء، وكل شيء مزيان الحمد لله. كنبغيو نوع شويه المائده راك عارف. مناسبه عيد الفطر الحمد لله حاليا راه كاين عندنا اقبال كبير على المنتجات المغربيه الاصيله، خصوصا الكاطو البلدي، المنتجات كاملين راه عندنا اقبال عليهم. والطريق الى الاحتفال بعيد الفطر المبارك يمر حتما لدى كثير من الاسر الوجديه بزياره اسواق المدينه العتيقه من اجل اقتناء الحلويات التقليديه التي تشتهر بها عاصمه الشرق. والختام من الحسيمة والأمسية الدينية تزكية وترقية التي احتفت بحفظة كتاب الله وتكريم ثلة من الأئمة وتتويج فائزين في المسابقات القرآنية، جانب من هذه الأمسية التي نظمها المجلس العلمي المحلي. في ريبورتاج فؤاد عزوزي ومحمد حجوب. هي أمسية رمضانية بنفحات إيمانية احتضنها فضاء دار الثقافة بمدينة الحسيمة، أمسية لتتويج 10 فائزين وفائزات في مختلف المسابقات القرآنية التي نظمها المجلس العلمي المحلي لمدينة الحسيمة طيلة شهر رمضان الأبرك. كنصح يعني الأطفال باش يتبعوا هذه المسيرة ديال القرآن الكريم، لأنها مسيرة مباركة ومسيرة موفقة. يعني كتلاحظ الأثر ديال هاد المسيرة، يعني ملي كتمشي كتجيب النقط العليا. اليوم ارتئينا باش نكرموا إن شاء الله المجودين تاعنا، الأبناء وبنات الإقليم وكذلك المشفعين، نظرا للأولويات اللي كيعطيها صاحب الجلالة لحفظة القرآن. وكذلك المغرب أصبح يتبوأ المكانة الأولى عالميا في حفظ القرآن وتجويده وترتيله. التفاتة تكريم للأئمة الذين سهروا على إقامة صلاة التراويح بمساجد مدينة الحسيمة في أمسية من تنظيم المجلس العلمي المحلي بالحسيمة وبتنسيق مع مندوبية وزارة الشؤون الإسلامية ومديرية الثقافة بالحسيمة. وعلى أبصارهم غشاوة. تيزوا فرصة سانحة لنكرم مجموعة من الأئمة المشفعين الذين أبلوا البلاء الحسن في صلاة التراويح في هذا الشهر الكريم بأصواتهم العذبة وإتقانهم لتلاوة كتاب الله.
بمشاركة فرقة الأنوار للمديح والسماع، الأمسية الرمضانية هي ختام برنامج من أنشطة عدة أقيمت طيلة أيام شهر رمضان الفضيل بمدينة الحسيمة احتفاء وتكريما لأهل القرآن. في ختام النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر المباركة في إطار خاص استمرارا في العمل بالتدابير الوقائية، وحالة الطوارئ الصحية تمدد حتى 31 من مايو المقبل وفق قرار لمجلس الحكومة، وباقتراب يوم العيد يرتفع الإقبال على سوق الملابس من مظاهر الفرحة بالنسبة للصغار وللكبار أيضا. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة دوزام.ma أو تطبيق ماي دوزام. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.